تدعو إلى السيف، يعني إلى الفتنة. فالحروب التي جاءت بين المسلمين وانشقاق الكلمة إنما جاء عن أصحاب الأهواء من معتزلة وخوارج وغيرهم، أصحاب أهواء هم الذين سببوا الفتنة، معتزلة، خوارج، روافض أو غيرهم، لا جاءت الفتن إلا من قبلهم وبسببهم. من الذي قتل عثمان رضي الله عنه؟ من الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ من الذي أوقد الفتنة بين المسلمين بعد ذلك إلا هؤلاء أصحاب الأهواء؟ من الذي أغرى المأمون ومن جاء بعده بامتحان أهل السنة حتى سحبوا إمامهم أحمد بن حنبل رحمه الله وضربوه وسجنوه إلا أهل الأهواء؟ من الذي سجن شيخ الإسلام بن تيمية حتى مات في السجن رحمه الله إلا هؤلاء أهل الأهواء؟ فعلينا أن نحذر من هؤلاء، لأن شرهم يؤول في النهاية إلى تمزيق كلمة المسلمين والخروج على ولي أمر المسلمين وتفريق جماعة المسلمين ليكونوا شيعا وأحزابا بدل أن يكونوا أمة واحدة.